حلو. كل تضمن هذا الموضوع يعني. احنا عندنا فقرات يا حيدر، ومثل ما تعرف فقره قالوا عنك نبدا بيها فقرات برنامج توارد. قالوا ان الشاعر حيدر الساعدي شارك في الاساءه للاغنيه العراقيه ولم يحترم منجزه الشعري. كيف يعني؟ انا كل اغاني اللي طلعت مع كبار الملحنين من جعفر الخفاف الى كل ضياء الدين وحسن فالح وعباس غيلان وعلي صابر وعلي بدر ونصرت ومحمد هادي وابراهيم السيد وكل الملحنين اللي يعني مروا على مراحل. ما عندي اغنيه اساءت او خدشت الحياه. حمودي مو ابنه. نعم، هاي اللي انا متكلم عنها. حمودي مو ابنه، تعرف الكاسيت الالبوم لازم باغنيه سريعه تكون موجوده. اتفقنا انا والفنان صديقي الف تحيه اليه، وصور اغلب اغنياتي الفنان الكبير ماجد الحميد، انه نعمل اغنيه من الموروث. فتعرف انه هاي الاغنيه اخذتها انا من الموروث، يعني امهاتنا من تريد يعني مثل الدليلول، يعني ماخوذه من الموروث. حمود مو ابنه يشتغل ما يجيبنه، يعني يصرف على حبيباته. هذا الدخول موروث، يعني مو انا كاتبه، يعني أنا اللي كملت علي. لكن أنه أعتقد أخذت شهرة واسعة الأغنية، وما بيها أنه إساءة أعتقد. بس دائما الشعراء يتهربون من أعمال اللي تطلع بصورة ما يرضى عنها الشارع. يعني يقول لك المخرج، لا التصوير، لا ما له علاقة، الملحن. لا لا ما له علاقة. أولا لحنها جميل وأنا كتبتها ما له علاقة باختصاص التصوير وكذا. أنا حتى لو كان أكو فد شيء بالتصوير ما يقول لك على الشاعر ولا على الملحن، وإذا كان خلل بالصوت أنا فقط الكلام. يعني أنا كتبتها موروث، وكثير من الأغاني اللي انعدت عديت يا مسعدة وبيت على الشاط، وعديت الكثير من الموروث العراقي حتى نحيي موروثنا هذا وما يعني نغادر.